الطائرات إنما تعكس الأزمة الكبيرة التي تقطع فيها غزة، وهي إنسانية واقتصادية وسياسية. ولن يكون هناك استقرار مستدام في غزة إلا في إطار حل متفاوض عليه، وهذا يتطلب عودة كاملة للسلطة الفلسطينية من جهة ورفع الحصار من جهة أخرى، أضف إلى ذلك ضمانات أمنية مشروعة لإسرائيل. ثانيا السيد الرئيس، سأتناول الخطر المحدق بحل الدولتين. إن متابعة سياسة الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية تبعدنا أكثر فأكثر عن حل الدولتين، وفرنسا قد أدانت القرارات الأخيرة للسلطة الإسرائيلية في 5 و 6 أغسطس لبناء 2300 وحدة استيطان جديدة في الضفة الغربية، التي تضاف إلى 4500 وحدة جديدة تمت الموافقة عليها في بداية العام. هذه قرارات مقلقة للغاية، وهذه السياسة ترافقها إعلانات مقلقة بشأن ضم جزء أو كل الأراضي المحتلة، وأن هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية مستمرة بوتيرة مضطردة. مع شركائنا الأوروبيين أدنا هدم المباني المختلفة في حي وادي الحمص في القدس الشرقية من قبل الجيش الإسرائيلي. هذه العمليات لهدم المنازل في المنطقتين ألف وباء غير مسبوقة، وهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض ما حققناه في أوسلو. وكما أكد القرار 23-34، هذا الاستيطان غير مشروع بموجب القانون الدولي، وهذه السياسة تفاقم التطورات وتقوض شروط السلام العادل والمستدام بين إسرائيل وفلسطين، ويجب أن تتوقف. لقد تابعنا بقلق كبير المواجهات في حرم المسجد في 11 أغسطس في إطار الأعياد المسلمة واليهودية، وندعو الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل أو إعلان يفاقم التطورات وإلى ضبط النفس، ونذكر بضرورة الحفاظ على الوضع الراهن منذ 1967 بشأن المناطق المقدسة في القدس، وكل تقويض لذلك قد يقوض الاستقرار في المنطقة. ونحن ندعو إلى الحفاظ على حل الدولتين في هذا الوضع المتردي، وحل النزاع كما نعلم هو في الأساس سياسي، ويعتمد على معايير معروفة ومحددة من قبل قرارات مجلسنا، وتستجيب للتطلعات المشروعة للطرفين، وهو إنشاء دولتين، إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن في حدود متوافق عليها وأمنة مع القدس كعاصمة لها. ونحن مستعدون مع شركاء الأوروبيين إلى دعم أي جهد بما في ذلك اقتصادي للحفاظ على ذلك. وفي إطار هذا الحل يجب أن نركز على تحسين الوضع الإنساني في غزة وضمان وصول السلع، لا سيما الأدوية والوقود، ونركز على ما قاله السيد ملادينوف بشأن إمكانية حصول أزمة صحية في غزة. وفي حين وضع الميزانية في السلطة الفلسطينية مقلق للغاية، أحطنا علما بكل رضا إلى ما تم التوصل إليه بشأن الإعفاءات من الضرائب على الواردات من البترول للسلطة الفلسطينية، وهذا يمثل خطوة أولى لحل الأزمة بين الطرفين، ونشجع الطرفين على متابعة النقاش لهذه المسألة. في الختام نعيد التأكيد أنه في غياب حل سياسي فإن برامج الأونروا أساسية لضمان المساعدة المنقذة للأرواح لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني وضمان الاستقرار في المنطقة. في الختام بالنسبة إلى ما حصل في لبنان والذي ذكره ممثل الكويت، أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن عميق قلق فرنسا في إطار التوترات الإقليمية الحالية. من الضروري على كل الأطراف أن تتفادى أي تصعيد، وأن تلتزم تماما لقرارات مجلس الأمن، وأن تمتنع عن أي انتهاك للخط الأزرق. وشكرا. أشكر ممثلة فرنسا على هذه المداخلة. أعطي الكلمة الآن إلى ممثل بلجيكا. شكرا السيد الرئيس. أشكر بداية السيد ملادينوف على إحاطته.
مرة أخرى لا يمكننا إلا أن نرى أن الوضع في فلسطين يتردى وأن التوترات تتفاقم. سياسة الاستيطان والتدابير المرفقة لها مثل هدم المنازل مستمرة في وتيرة مضطردة في القدس الشرقية والضفة الغربية. هذه السياسات إنما تقوض احترام الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وتقوض بشكل أساسي وغير قابل للعودة عنه حل الدولتين الذي ندعمه. وندين بأشد العبارات سياسة الاستيطان وكل مبادرة تهدف إلى تعزيزها، ولن نعترف بأي ضم أحادي للأراضي المحتلة. ونذكر أن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال عليها أن تضمن حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وندين الاعتداءات على من جهة أخرى على الشعب الإسرائيلي. ونعبر عن قلقنا أيضا إزاء المواجهات التي حصلت مؤخرا على الحرم الشريف جبل الهيكل. من الضروري الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس. السيد الرئيس، منذ 12 عاما فإن الحياة في غزة يسيطر عليها الحصار الذي يؤثر بشكل كبير على قطاع الصحة والتعليم من جملة أمور أخرى، فالنساء والشباب هم الأكثر تأثرا. ونحيي هنا جهود العاملين في المجال الإنساني، وبشكل خاص أود أن أشدد على أهمية ولاية الأونروا. بالإضافة إلى الدعم الإنساني، لن يمكن ضمان الاستقرار المستدام في غزة إلا في إطار حل متفاوض عليه يضمن رفع الحصار وفتح المعابر ويأخذ بعين الاعتبار المشاغل الشرعية الأمنية لإسرائيل. بانتظار ذلك ندعو السلطات الإسرائيلية إلى ضمان وصول غير معوق للعاملين في المجال الإنساني والتنموي وإلى السلع الإنسانية والتنموية. والحل السياسي يتطلب العودة الكاملة للسلطة الفلسطينية إلى غزة، ونعيد تأكيد على دعوتنا إلى الأطراف إلى إعادة إطلاق عملية المصالحة بين الأطياف الفلسطينية. السيد الرئيس، لا يزال الأطفال يتأثرون بشكل كبير بسبب هذا النزاع، كما أثبت تقرير الأمين العام بشأن الأطفال والنزاع المسلح الصادر في 20 من يونيو 2019. وندعو كل الأطراف إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة، ونحث إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال على اعتماد تدابير وقاية وحماية، وندعو الحركات الفلسطينية إلى الامتناع عن تشجيع الأطفال على المشاركة في العنف. ونعبر عن قلقنا أيضا إزاء احتجاز الأطفال والشروط التي يحصل فيها ذلك، وندعو السلطات الإسرائيلية إلى احترام القوانين الدولية بشأن ضمان العدالة للقصر والامتناع عن احتجازهم إداريا وإساءة معاملاتهم بأي شكل من الأشكال، وإلى الامتناع عن تجنيد الأطفال المحتجزين كجزء من المخابرات. السيد الرئيس، نبقى على قناعة أنه لا خيار آخر إلا الحل المتفاوض عليه المرتكز على الدولتين مع مدينة القدس كعاصمة مستقبلية لهاتين الدولتين تماشيا مع المعايير الدولية المتوافق عليها. هذه المعايير تم تحديدها والموافق عليها من قبل هذا المجلس، بالتالي يجب ضمان تنفيذها، وسنتابع العمل على هذا الأساس من أجل الاستجابة إلى كل المطالب المشروعة للفلسطينيين والإسرائيليين. وشكرا. أشكر ممثل بلجيكا على بيانه، وأعطي الكلمة الآن إلى ممثل بيرو. Gracias, señor presidente. Saludamos la convocatoria a esta reunión y su presencia. شكرا سيد الرئيس، أرحب بك على رأس أعمالنا صباح اليوم. نتوجه بالشكر لسيد ملادينوف لإحاطته الشافية والوافية، وبيرو تشير بفزع إلى تدهور الحالة الإنسانية والفلسطينية والسياسية في القضية الفلسطينية، ونحن علينا أن نستمر بتنديدنا بالهجمات المتكررة
والتي ترتكبها حماس ووسائل فلسطينية أخرى وردود الأفعال الإسرائيلية غير المتوازية عليها. أن هذه التطورات بالإضافة إلى عجز هذا المجلس عن اتخاذ الإجراءات وأيضا ابتعاد الأطراف المعنية عن اتخاذ أي إجراءات نشطة تؤجج من الأمور، وعلينا أن نحتوي هذه الحالة وبشكل ملح. وأن الظروف وفي ضوء الظروف هذه نعود التأكيد على التزامن بالحل الوحيد الذي نراه ممكنا وقدرا على البقاء في ضوء القانون الدولي، أي حل دولتين في ظل حدود معترف بها دوليا وآمنة يتم التفاوض عليها ما بين إسرائيل وفلسطين على أساس حدود 1967. الأراضي الفلسطينية المحتلة والسكان المحليين من الفلسطينيين، وعلى إسرائيل أن تستخدم القوة بطريقة متناسبة، وعلى الهجمات الإرهابية أن تتوقف فورا، لأن المناخ السائد كله عنف وهذا أمر يشعرنا بالقلق العميق. هذه هي حالة التعايش البائس ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين. لقد شهد هذا النزاع تغيرا في الظروف والعوامل على مر 70 عاما منذ نشوبه، وقد وصل في بعض الأحيان أشد مستويات الخطر، وأن لم يكن هذا كافيا فقد حدث ذلك أمام عيوننا جميعا هنا في مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره. إن غياب حل سياسي دائم لهذه الأزمة التي طالت أمر يطرح أو يتسبب بالشكوك وعدم الاستقرار في كافة أرجاء المنطقة، وقد يؤدي إلى التشكيك بمصداقية منظمتنا وخاصة مجلس أمننا هذا. وهذا أمر علينا جميعا أن نتفادى وقوعه، علينا أن نتفادى أن يقوم من يشكك بكفائية الأمم المتحدة أن علينا ألا نؤكد شكوك من يطعن بسلطة هذه الأمم المتحدة، وعلينا أيضا أن ننهض بوحدة مجلس الأمن. سيدي الرئيس، عقدنا مؤخرا نقاشا مفتوحا على الأمن والسلم الدوليين وركزنا فيه على الشرق الأوسط، وفي ذلك الاجتماع أكدنا على أهمية عملية سياسية تقوم على أساس حوار جامع ما بين الأطراف المتناحرة. جميعنا في ذلك الاجتماع اتفقنا على أن السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين لن يكون ممكنا إلا عبر حل الدولتين، ولذلك أكدنا على الدور الأساسي الذي تلعبه الأمم المتحدة في تسوية كافة النزاعات في المنطقة. هذه مسؤولية تقع على أكتاف مجلس أمننا هذا، لأن مجلس الأمن هو الهيئة الرئيسية المعنية بصون الأمن والسلم الدوليين. أما عن قطاع غزة، نحيي جهود الأمم المتحدة التي تعمل بشكل وثيق مع دولة مصر تقليص حدث التوتر في القطاع، وهذا بحسب المعلومات التي قدمتها وكيل الأمن العام للشؤون السياسية وشؤون بناء السلام ديكارلو. وهذه الجهود أدت في الشهر الماضي إلى تمديد إسرائيل أو توسيع مجال صيد السمك على السواحل الغزاوية من 10 إلى 15 كيلومتر، وإعادتها أيضا ل 44 زورق صيد تابع لسكان غزة. ونرحب أيضا بجهود الأمم المتحدة الرامية إلى توليد فرص العمل عبر برنامج الأمم المتحدة التنموي UNDP، كما نرحب أيضا بجهود وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين الأونروا. وهذه الجهود كلها وفرت 9000 فرصة عمل، منها 3000 فرصة عمل للمرأة. الوضع الإنساني في غزة يشعرنا بالقلق، وعليه أن يحظى باهتمام مجلس الأمن المستمر. وفد غينيا الاستوائية يأمل أن تستمر كافة الجهود المبذولة في انتهاج توجه إيجابي لتسوية كافة
مشاغل الإنسانية والأمنية والاقتصادية التي تهدد استقرار سكان القطاع الذي لطالما ساد فيه مناخ لا يعود بالنفع على أحد. ونحن نحث الإسرائيليين والفلسطينيين على الابتعاد عن أي تدابير أحادية الطرف لها أن تؤجج من الأوضاع السيئة في بيئة سيئة أصلا. ونحن نؤكد على ضرورة التخفيف من معاناة شعبي غزة. سيد الرئيس، أما عن قضية فلسطين بشكل عام، فإن غينيا الاستوائية تعيد التأكيد على التزامها بدعم أي مبادرات من شأنها أو تأخذ بعين الاعتبار القانون الدولي كقرارات مجلس الأمن هذا وقرارات الجمعية العامة والصكوك الدولية الأخرى. ترى غينيا الاستوائية أن أهم عنصر هنا هو الوصول إلى حل يتم التفاوض عليه ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وحلا هو محل ترحيب المجتمع الدولي. ومثل هذا الحل يجب أن يكون حل دولتين تتعايشان جنبا إلى جنب بسلام وبضمانات أمنية للطرفين ولكل دول المنطقة. وشكرا، أشكر مندوب غينيا الاستوائية على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن لجمهورية الدومينيكان. Muchas gracias, señor presidente. Saludamos. شكرا سيدي الرئيس. نحن نرحب بوزير الدولة من بولندا، ونشكر السيد نيكولاي ملادينوفا الممثل الخاص على تقريره. سيد الرئيس، جمهورية الدومينيكان تعرب عن قلقها الثابت والمستمر إذا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية من طرف السلطات الإسرائيلية أمر مستمر. ومؤخرا تم هدم أو مصادرة 66 من الممتلكات الفلسطينية نظرا لعدم استصدار الفلسطينيين لتصاريح بناء، وهذا لأن مثل هذه التصاريح يصعب استصدارها من السلطات الإسرائيلية، وعلى هذه الممارسات أن تتوقف. وبحسب مكتب تنسيق المساعدة الإنسانية أدت عملية الهدم المصادرة هذه إلى تشريد 90 فلسطيني منهم 58 طفل. وقد شهدنا في هذه الفترة انخفاضا في نسبة العنف في غزة، ولكن العنف مستمر في المناطق المحاذية لها. وفي الأسبوع 69 للعودة أو لمسيرة العودة الكبرى تستمر إسرائيل باستخدام العنف في مواجهتها للمظاهرات. وحسب التقارير جرح 64 شخص منهم 27 طفل. جمهورية الدومينيكان تدعو المجتمع الدولي للتنديد بكافة انتهاكات القانون الدولي ولضمان حماية المدنيين المشاركين في هذه المظاهرات. إن جمهورية الدومينيكان مستمرة بمدافعاتها عن التوافق الدولي في الآراء بأن الطريقة الوحيدة لضمان التقدم للفلسطينيين والإسرائيليين في الوصول إلى حل يأتي عبر التفاوض على حل دولتين في حدود تتم في إطار حدود 67. ونحن نؤكد على أهمية توفير بيئة ممكنة لتحقيق السلام وضرورة تمهيد الطريق للتفاوض على كل قضايا الحل النهائي بما في ذلك القدس. أما عن الهجمات الفلسطينية ضد إسرائيل، فإن جمهورية الدومينيكان تؤكد على موقفها الثابت والذي يندد بأي أعمال عنف مهما كانت، اطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على السكان المدنيين امر لا انساني ومحظور بموجب القانون الدولي. على حماس والجهاد الفلسطيني الاسلامي ان يضعوا حدا لهذه الممارسه فورا، ان الوضع الانساني في الاراضي الفلسطينيه مصدر للقلق العميق، وهذا من شانه ان يزداد سوءا اذا قامت وكالة الغوث التي تقدم المساعدة لأكثر من 3 مليون فلسطيني إذا لم تتعاف أو لم تتمكن من الحصول على المصادر المطلوبة لتلبية احتياجات هؤلاء اللاجئين. آخر تقرير صدر عن مكتب الأخلاقيات في الأنروا قد كشف عن أدلة بأن الإدارة العليا للأنروا كانت ترتكب أعمال تنتهك سلطتها كالتحرش الجنسي والمحاباة القارب وسوء السلوك المالي، وبناء على ذلك فقد سحبت الكثير من الدول دعمها لهذه
لهذه المنظمة منها بلجيكا مؤخرا، ونحن هنا ندعو الأطراف جميعا لضبط النفس وتفادي الخطابة الاستفزازية. نحن نرى أن جهود المجتمع الدولي تعتبر أساسية للتخفيف من العنف وحدة التوترات والوصول إلى حل لهذا الوضع المؤذي. وشكرا. نشكر مندوب جمهورية الدومينيكان على هذا البيان، والكلمة الآن لمندوب إندونيسيا. Thank you. شكرا جزيلا سيد الرئيس. بداية أرحب بك في هذه القاعة، وأشكرك على ترأس هذه الجلسة المهمة، وأشكر سيد ملادينوف على إحاطته الوافية. ولقد استمعنا إلى ما قاله بشأن العنف في غزة، وهذا أمر يجب معالجته. في نقاشنا الأسبوع المنصرم ناقشنا مطولا السلام والأمن في الشرق الأوسط. في خلال هذا النقاش كان هناك توافق عام بأن المشكلة الإسرائيلية الفلسطينية طويلة الأمد هي أصل النزاع في المنطقة، والتوصل إلى حل مستدام لهذه المسألة يتطلب التزامنا بتعددية الأطراف وسيادة القانون. أخذين ذلك بعين الاعتبار، سأسلط الضوء على بعض النقاط الأساسية كالآتي. أولا، لابد من وقف العنف والاستفزاز. نعبر عن جزعنا إزاء استمرار الأعمال الاستفزازية من قبل القوى القائمة بالاحتلال في انتهاك للقانون الدولي وقرارات أممية مختلفة. في غزة يستمر العنف ضد المدنيين الفلسطينيين من دون مساءلة. في الشرق أو في القدس الشرقية، فإن دخول إلى المسجد الأقصى من قبل القوات المحتلة الإسرائيلية في صباح عيد الأضحى منذ أسبوعين هو عمل استفزازي يفاقم التوتر السياسي والديني. يجب أن نضمن عدم تكرر هذا التهور على الأماكن المقدسة من أجل تفادي أي غياب استقرار إضافي في المنطقة. لابد من كسر حلقات العنف والاستفزاز هذه، وعلى حكومة إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي، لا سيما القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ثانيا، لابد من معالجة الأسباب الجذرية للنزاع. علينا ألا ننسى المسألة المحورية والأساسية، وهي الاحتلال غير المشروع لإسرائيل للأراضي الفلسطينية، واستمرار الأنشطة الاستيطانية غير القانونية المستمرة إذن لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة إنما يشهد أو يجب وقفه. وهذه الأعمال غير القانونية تغير الديموغرافية والطبع الجغرافي والواقع الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصعب الحل لهذا النزاع الذي طال أمده. وهذا السبب الجذري للمشكلة ويتطلب انتباهنا كاملا. لسوء الحظ، هذا المجلس لم يتمكن من الاستجابة إلى هذه الأعمال غير القانونية بغض النظر عن المحاولات التي بذلناها. وبعبارة أخرى، يتعرض تعدد الأطراف إلى التهديد. ثالثا، لابد من الحفاظ على المساعدة الإنسانية. منذ 2018 تدهور الوضع الإنساني في غزة. في الضفة الغربية هناك أعمال هدم وطرد قسري وتمييز و إعاقة للوصول وتوسع استيطاني وعنف، مما يفاقم ضعف الفلسطينيين، واللاجئون الفلسطينيون يعانون أكثر بسبب انعدام تمويل الأونروا. وبرأينا يجب تحسين إدارة الأونروا، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن وقف تمويل الأونروا أو إقفالها، فدورها أساسي لضمان عودة أو ضمان حقوق الفلسطينيين بالعودة. كما قال السيد ملادينوف بشأن الطائرات الإسرائيلية في لبنان، ندين بأشد العبارات هذا الاعتداء على السيادة اللبنانية الجوية. هذا يشكل انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن 1701، ونؤمن أن المجلس يجب أن يعالج هذه الانتهاكات اليومية بشكل جدي، فهي تهديد قد يؤدي إلى نزاع جديد. في الختام السيد الرئيس، نعيد التأكيد مجددا على ضرورة
اتحاد أعضاء المجلس في التزامهم لمعالجة هذا التحدي وضمان الحل السلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس تعدد الأطراف والقانون الدولي. كما قلت في مداخلتي في الأسبوع المنصرم، فإن تخطي العنف والشروط الإنسانية القاسية في فلسطين وتحقيق حل المستدام للنزاع سيتطلب قدرة واستعدادا بالعمل بشكل شجاع في مجلسنا. وشكرا. أشكر ممثل إندونيسيا على بيانه. أعطي الكلمة الآن إلى ممثل ألمانيا. شكرا جزيلا سيد الرئيس. بداية أرحب بك، يسرنا أن تكون معنا في نيويورك، وأشكر المنسق الخاص ملادينوف على إحاطته الوافية.